أخصائية الأمراض الباطنية الدكتورة هادية قياسي. دكتورة هادية، في البداية ما تعريف حساسية القمح أو الداء الزلاقي؟ مرحبا مرحبا، صباح الخير سلام، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة سكاي نيوز. طبعا انا بشرفني يعني احكي عن مرض السيلياك في برنامجك الكريم. مرض السيلياك او ما يعرف بالداء الزلاقي يعرف عادة عنه تجاوزا بحساسية القمح. ليش حساسية القمح؟ لأنه الحساسية هي من بروتين الجلوتين اللي موجود في القمح والشعير والحنطة. يدخل هذا البروتين في تصنيع كثير من المواد الغذائية ومن منتجات الاستعمال الشخصي. مرض السيلياك أو الداء الزلاقي هو مرض مناعي ذاتي. شو معنى مرض مناعي ذاتي؟ هو مرض يصيب الأمعاء الدقيقة وينتج عنه تحسس من الأمعاء الدقيقة لبروتين الجلوتين. نتيجة ذلك يكون في التهاب في خلايا الأمعاء، وينتج عن ذلك الالتهاب ضمور في الهديبات. باختصار، نتيجة الضمور الذي يحدث في الهديبات يكون في نقص في امتصاص عديد من العناصر الغذائية المهمة مثل معدن الحديد، ولذلك يكون الأشخاص عرضة لإصابة بفقر الدم. وفيتامين دال أيضا من الفيتامينز المهمة اللي عند الأشخاص في مرض السيلياك، يكون عنده النقص في امتصاص هذا الفيتامين وينتج عنه هشاشة العظام. مثل ما ذكرتوا حضرتكم يعني بالتقرير أنه في عامل وراثي للإصابة بمرض السيلياك. فتقدر نسبة الإصابة عند المرضى، عند أقارب المرضى من الدرجة الأولى، قد تصل إلى 20%. حابة نوه بس على أنه الدراسات في هذا المرض في الولايات المتحدة تشير أن نسبة الإصابة قد تصل إلى 1%. للأسف عندنا في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد العديد من الدراسات التي تشير إلى نسبة هذا المرض، ولكن تقدر هذا بأن النسبة قد تصل إلى 2%. فهو مرض ينتشر، ولكن ويجب علينا أن نوعي الناس بشكل عام بأهمية هذا المرض. هل يسبب الوفاة دكتورة؟ يسبب الوفاة، يعني نحن الآن يعني لا نذكر يعني عن هذا الشيء، بس نذكر الأشياء العامة. هلأ مرضى السيلياك ممكن ما تظهر عندهم يعني أي أعراض. مريض السيلياك ممكن يشخص بسيلياك نتيجة الفحص الذي يشير إلى حساسية الشخص من بروتين الجلوتين. الأشخاص الذين عندهم مرض السيلياك ولم يتبعوا حمية غذائية ممكن أنه يتعرضوا لسرطان الليمفاوي. في هاي الحالة ممكن أنه تقدر الأحصائيات أنه في حالات من سرطان الغدد الليمفاوية. تشير إلى ذكره أنه نعم. طيب دكتورة، في سؤال يخص الأطفال الرضع، كيف يمكن تشخيص الطفل الرضيع بالإصابة بالداء الزلاقي أو السيلياك أو حساسية القمح؟ هناك أعراض معينة عند الطفل الرضيع تختلف عن المراهق أو البالغين؟ نعم سلام، هذا سؤال كثير جميل. هلا عند يعني اطفال الرضع عاده ما تكون يعني الاعراض غير واضحه. ممكن تظهر الاعراض بفقدان الشهيه، تظهر هذه الاعراض بنقص الوزن، ممكن ان يعني الام يعني تكون يعني في حاله ماذا يعني ماذا يحدث يعني لطفلي، البكاء المستمر، نقص الوزن مثل ما ذكرت. فالأعراض هي ليست أعراض ظاهرة وواضحة عند كثير من الأشخاص. هلا بالنسبة للفئات العمرية، بس أنا حابة أكد على نقطة مهمة، إنه مرض السيلياك هو مرض ممكن يكون من فترة الطفولة لفترة الكهولة، يعني ممكن يظهر بأي فترة عمرية وليس فقط عند الأطفال أو النساء. بالنسبة للأعراض عند البالغين تتنوع هذه الأعراض، ممكن أنه مريض السيلياك يتم تشخيصه بشكل غلط في البداية، ولأن الأعراض تتشابه مع أعراض الكولون العصبي، فيمكن عند مريض السيلياك أن يكون عنده حموضة مزمنة مثل ما ذكرته في التقرير، إسهال ويصاحب هذا الإسهال إمساك، انتفاخات في المعدة، نقص في الوزن. الأشخاص ممكن يأتوا بهشاشة في العظام نتيجة مثل ما ذكرنا نقص فيتامين دال، وبالتالي الأعراض هي ليست واضحة وظاهرة. وبناء عليه لنحصل على التشخيص السليم يجب أن نأخذ القصة السريرية الكاملة للمريض ونعمل فحص السرير الكامل، وبناء على ذلك نطلب المخبرة الفحص المخبرية اللازمة. طيب دكتورة، ما هو البديل للجلوتين؟ نعم، هلا نحن مثل ما بنعرف الجلوتين موجود في كثير من المواد، موجود في القمح، موجود في الشعير، موجود في الحنطه. طبعا القمح مهم لتصنيع المنتجات كثير مثل الخبز والمعكرونه والجاتو والبسكويت. وبالتالي نحن بعد ما نعمل الفحوصات اللازمه مثل فحص تحسس الغذاء،
نكشف عن نقص أو عن حساسية من بروتين الجلوتين، ننصح المريض باتباع حمية غذائية خالية من الجلوتين. تكمن هذه الحمية في استبدال منتجات القمح في دقيق الذرة لنفرض، دقيق الصويا، دقيق الأرز، يعني دقيق الأرز عليه الاستغناء تام عن تلك المنتجات فيها القمح والاستغناء عنها منتجات أخرى. بالنسبة المنتجات التي ينبغي أن يتناولها أو ممكن يتناولها مريض السيلياك، اللحوم بأنواعها، الخضروات بأنواعها، الفواكه بأنواعها، وعليه تجنب المنتجات الخالية من مادة البروتين مثل ما ذكرنا. هلأ في كثير من المواد يعني في السوبر ماركت بيكون مكتوب عليها يكتب عليها أنها خالية من الجلوتين، فعلينا قراءة مكونات هذه المواد، هل هي خالية من القمح، هل هي خالية من الجلوتين، أو تكون خالية من القمح وخالية من الجلوتين بنفس الوقت. كثير من الأشخاص ممكن يتناسوا نقطة مهمة، وأنه الجلوتين بيدخل في تصنيع كثير من منتجات الاستعمال الشخصي مثل أحمر الشفاه، معاجين الأسنان. فعلى أشخاص فعلى المصابين بالسيلياك أن نوعيهم من استخدام هذه المنتجات أيضا. مريض السيلياك باتباع حمية غذائية خالية من الجلوتين ممكن أن يحصل على حياة سليمة، وممكن أن الهديبات في الأمعاء الدقيقة ترجع إلى وضعها السليم باتباع هذه الحمية الخالية من الجلوتين. دكتورة هادية قياسة، شكراً جزيلاً لك، أخصائية الأمراض الباطنية، كنت معنا من دبي، شكراً لك دكتورة.